So guys, today I have a special video for you about love idioms. Love idioms. وبمناسبة الفالنتاين I have a big surprise for you. على اساس ان انا اسامه منير مثلا ما علينا ماشي النهارده نتكلم على love idioms يعني مصطلحات الحب وكله بالحب يعني انا ما بامنش قوي بالحب وكده بس يعني خلينا نسال ابو رمضان بما انه عريس جديد how's marriage. A marriage is great man, you know, we are a match made in heaven. يا راجل يعني yes. match made in heaven يعني هي توأم روحك طيب ده, sure ده, ده حاجة تبسطني يعني أكيد باين عليك جدا على فكرة Are you still single? Yeah I'm single, you know I'm a love rat وانت عارف طبعا يعني ايه love rat أكيد ما يتأمنلوش عينيك زيغة عينيا زيغة أو love rat When are you gonna pop the question man? Pop the question يعني تتقدم لحد بص يعني I'm gonna pop the question not yet but يعني I'm going on a blind date next week blind date ما اول مره تشوفها خالص بص هي بعتت لي اوديو كده على الفيس صوتها عجبني شبه صوت اليسا كده وربنا يستر بقى في الصوره لما اشوفها لان انت عارف الاثنين ما بيتفقوش ابدا have you told her those three little words three little words شكلك مش لا لا عيب عليك ده انا بفهم انجليزي ده انا يعني ما اقولكش I love you three yes. little words yes, لا طبعا ما قلتلهاش يا الله انت ليه بتصارع على مخك ده لسه بدري يعني لما So when are you gonna tie the knot, man? When are you gonna tie the knot? بقولك انت بتسرع الامور. Tie the knot يعني تربط الجرافات وتبقى عريس كده والناس تفرح. To get married. أو تفرح فيك. To get married. To get married. Tie the knot بص يعني زي ما بقولك مش دلوقتي بس يعني in case if we didn't break up. Break up؟ لا ان شاء الله ما تفركشوش. Break up يعني نفركش. لا ان شاء الله ما تفركشوش. فيا جماعه الفيديو دوت بمناسبه الاسمه ايه تاني؟ الفالنتاين او اسمه ايه؟ فالنتاين. الفالنتاين والناس اللي بتؤمن بالحب والحاجات دي. يلا practice the idioms in comments guys. وانا ما فيش حد بيحبني ولا بحب حد.